الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. شايفين الطبق؟ حاجة كده بتتكلم عن نفسها. طبعا الكل بيعمل فراخ المشوية وعلى الفحم زي ما انا هعملها النهاردة، بس النهاردة هعملها بأسرار الحياتي، تكت كده محدش يعرفها غير ناس قليلين جدا. يلا بقى نتعرف على كل الأسرار وازاي نولع الفحم، وهنعمل كمان كوبايتين شاي على الفحم. يلا بقى انزلوا اشتركوا واضغطوا لايك واتفرجوا على الفيديو الآخر، وانتوا هتستفادوا كتير منه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هعمل معاكم الفراخ المشوية على الفحم. أنا عملتها قبل كده معاكم على القناة، بس كنت عاملاها بتتبيلة مختلفة شوية، يعني كانت بالزبادي وشوية حاجات كده حلوين. هسيب لكم برضو اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. اللهم صل على سيدنا محمد، كانت بجد كانت حلوة قوي. التتبيلة برضو هتعجبكم. هعملها النهاردة معاكم بتتبيلة سهلة جدا، اللي هي تتبيلة الحاتي، التتبيلة الأصلية بتاعة الحاتي. طبعا هو ما بيكلفش ولا بيجيب زبادي ولا الحاجات دي على الفراخ. هو انتوا طبعا عارفين، كلكم عارفين ريحة فراخ الحاتي والطعم بتاعها، فاحنا هنعملها زيها بالظبط ان شاء الله باذن الله. تمام كده، تعالوا بقى خليكم معايا ونشوف المقادير النهارده ايه المقادير. المقادير هنا عباره عن ايه؟ عباره عن فرخه. الفرخه دي انا مقطعاها قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده، ومنغزاها كده بالسكينه اهي، يا رب تكون واضحه اهي، مقطعاها قطع صغيره. تمام، اللهم صل على سيدنا محمد. انا قطعتها قطع صغيره ونغستها كده ليه؟ لان الفرخه عندي كانت حوالي 2 كيلو، 2 كيلو الا ربع، يعني كانت كبيره شويه. انت علشان تشوي الفراخ فانت تجيبي فرخه كيلو وربع، كيلو ونص بالكتير، عشان تشرب التتبيله كده وتبقى حلوه معاكي ان شاء الله باذن الله. الفراخ الصغيره دي لما تبقى موجوده عندي هعملها معاكم، بس التتبيله مختلفه عشان ما يبقاش كل الفيديوهات زي بعضها باذن الله. تمام، هنعملها النهارده ان شاء الله باذن الله بالفرخه اللي موجوده عندنا دي، هي حوالي فرخة ونص. وهنحتاج كمان مية بصل ومية طماطم، وهقول لكم دلوقتي انا طلعت مية البصل ومية الطماطم ازاي. دي حوالي كوباية كوباية. وعندنا البهارات هنا، اللهم صل على سيدنا محمد، عبارة عن ملح وكركم و اللهم صل على سيدنا محمد وبابريكا وفلفل اسود وكمون وبهارات. تمام، متوفر عندك برضو توم باودر. تمام، انا خلصان بصراحة من عندي. هقول لكم بقى انا عملت ميه البصل ازاي وميه الطماطم. انا كنت جايبه بصل وطماطم غسلاهم وكده ومنضفهم، مقشره البصل اللهم صل على سيدنا محمد في المبشره بقى بتاعه اللي بتبشروا فيها دي. بشرت البصل وبشرت الطماطم كل حاجه لوحدها طبعا، ومسكت البصل اللي انا بشرته في مصفه كده وابتديت انا اعصره لما اطلع الميه. وبرده كذلك الطماطم، عصرت البشر بتاع الطماطم لما اطلع الميه بتاعته. تمام، الحاجات دي انت مش هترميها، انت ممكن تستعملها في الكفته، يعني انت الكفته بتاعه الحاتي برده بتحتاجي فيها اللهم صل على سيدنا محمد. اللي هو التفل البصل ده منزوع منه الميه، متشال منه الميه. تمام، يعني انت لو هتعملي مثلا كفته على الفحم وفي نفس الوقت هتعملي فراخ، مش هتحضري حاجة، يعني انت هتعصري، هتاخدي مية البصل للفراخ وهتاخدي التفل بتاع البصل للكفتة. تمام، انا هخليهم برضو هبقى اقولكوا هعمل بيهم ايه دلوقتي، خليكوا بس معايا. قلنا احنا المقادير بتاعتنا، تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. هنجيب كده بولة صغيرة ونحط مية البصل ومية الطماطم. انا مش عايزة في التتبيلة دي اي تفلة او اي حاجة، يعني اللي هي تكون خشنة او كده. تمام، هننزل بقى البهارات عليهم بس مش اكتر من كده. ثواني، نسيت اقول لكم، هنحتاج خل وهنحتاج عصير ليمون، ده اهم حاجة. شوية خل اهو وشوية عصير ليمون، هجيب لكم الليمون حالا. ان انا احط برضو اللهم صل على سيدنا محمد عصير الليمون، هعصر كده كام ليمونة. تمام، انا حطيت خل وحطيت عصير ليمون اهو بحطه
عايزه اقول لكم كمان قبل ما انسى، انا كنت محضره الحاجات دي في ريحي، بس بصراحه اولادي جننوني نسوني. هحط شويه سكر كده، شويه السكر دول ليه؟ علشان خاطر الفراخ تشرب التتبيله وتبقى حلوه معايا. السكر ده بيذوب الانسجه بتاعت الطيور او اللحمه او اي حاجه، بيخليها ايه تشرب التتبيله كويس قوي. هعصر بقى الليمون ده علشان اللهم صل على سيدنا محمد ما اطولش معاكم الفيديو، وارجع لكم تاني. هعصر كام كميه ليمون حلوه كده، يعني حوالي 5 ليمونات 6 كده، وارجع لكم. بصوا بقى خلطت كل الحاجات، هقول تاني وانا بدوب. حطيت اللهم صل على سيدنا محمد ميه بصل، ميه طماطم، نص كوبايه عصير ليمون، اللهم صل على سيدنا محمد ربع كوبايه خل، شويه سكر، البهارات بقى بتاعتنا، واللهم صل على سيدنا محمد توم باودر. هجيب شويه زعتر على فكره، شويه زعتر، تمام. فلفل اسود، كمون، شويه كركم، شويه بابريكا، تمام. الحاجات دي كلها اخلطها مع بعضها. بصوا بقى خلاص انا مش ناسي حاجه، ما تقلقوش مش ناسي حاجه تاني ان شاء الله، مش ناسي حاجه تاني. هحط بس شوية زيت، حط شوية زيت وخلاص. حط شوية زيت كده، تلاقوش مش ناسي حاجة تاني. بس كده خلاص. والفراخ بتاعتنا زي ما قلتلكم، انا عملت فيها ايه، قطعتها حتت صغيرة وبالسكينة ونغستها. وهبتدي بقى ان انا احط الفراخ بتاعتنا، واحط عليها التتبيلة الجميلة بتاعت الحاجات الحلوة دي. شايفين التتبيلة حلوة ازاي؟ طبعا انا هدعك ده كله في بعضه الاخر، مش مشكلة يعني ان انا ايه احط كده او كده. هدعك كله في بعضه الاخر. بصوا هدعك بايدي بقى وارجع لكم تاني، ولا ادعك قدامكم عادي مش مشكله. ادعك بقى وارجع لكم. انا حطيت التتبيله الجميله بتاعتنا على الفراخ. احنا دلوقتي النهارده احنا صايمين، تمام. فانا عاملاها الصبح، يعني احنا دلوقتي الصبح هسيبها كده بقى هناك بعد العصر كده بنص ساعه، هبتدي ان انا اشوي فيها، تمام. انت لو هتعمليها مثلا على الغدا او كده، فانت تعمليها قبلها بليله عشان تشرب من التتبيله وتبقى حلوه، او على الاقل خالص لو انت مستعجله يعني خليها 3 4 ساعات عشان بس تشرب من التتبيله وتبقى طعمها حلو، تمام. اهم حاجه التتبيله زي ما قلت لك، تظبطي الملح، تسيبها كده تشرب من التتبيله شويه حلوين قبل ما تبتدي ان انت تشوفيها. هحطها في الثلاجه بقى دلوقتي، لما اجي ان شاء الله باذن الله اشوي فيها هوريكم بقى انا بشويها ازاي. استنوني. سلام. علشان اولع الفحم بكل سهوله من غير ما يغلبني، هاخد كام واحده كده احطهم على عين البوتاجاز، لو عندك شبكه يبقى تمام، لغايه لما يولعوا خالص، وبعد كده هوريكم هعمل ايه. خليكم معايا. هبتدي بقى اللي انا اشيلها. جبت الفحم المولع اهو، وهحط عليه بقى الفحم التاني. هنزل عليه الفحم اللي انا شاريه تاني اهو. خلاص حطيت كميه الفحم اللي انا عايزاها على قد الفراخ. عندي هنا اهو بقى دي مروحه عاملاها مخصوص للايه، للفحم والحاجات دي. وابتدي اللي انا اعمل كده، اخلي المروحه هوا المروحه يجي على الفحم يولعه له. انا على فكره في البلكونه علشان ما اخليش الدنيا كلها ايه دخان جوه في الشقه. ده المروحه اهي مسلطه الهوا على الفحم عشان يولع. على ما الفحم يولع هبتدي ان انا احط الفراخ في الشبكه. طلعتها خلاص من الثلاجه، هبتدي ان انا ارصها في الشبكه واقفل الشبكه كويس، وبعد كده هاخدها اروح عند الشوايه. انا هفصل بقى الكاميرا على ما احط الفراخ. خلاص رصيت الفراخ، هبتدي ان انا اشيلها واروح عند الشوايه. شايفين الفحم ابتدى يولع ازاي؟ شايفين يعني كام واحده كده 3 4 ولعناهم على البوتاجاز، حطيناهم وحطينا عليهم بقيه الكميه وبالمروحه. بسم الله ما شاء الله ولي على طول اهو من غير اي مجهود.
لا تهبي ولا تعملي ولا تنشي ولا تهشي، هو بص بالمروحه وفي ثواني. يلا نفرد بقى الفحم معانا ونبتدي اللي احنا نحط الشوايه ونشوي. خلاص انا حطيت الشبكه بتاعتي وادي الفراخ اهي، قفلت عليها الشبكه وادي الفحم من تحت اهو، وهرقه مية مية. هبتدي اللي انا كل شوية هقلب الشبكة، هوريكم برضو هنمشي مع بعض خطوة بخطوة ان شاء الله بإذن الله. وطبعا الهواء جاي كويس، فمش هضطر اللي انا ايه اشغل مروحة تاني ولا حاجة. انا قلبته مرة وادي كمان مرة، شايفين؟ وادي كمان تقليبه، خلاص ابتدى يستوي اهو. عارفين بقى البصل، التفل بتاع البصل وبتاع الطماطم اللي احنا كنا عينينه دلوقتي جه وقته، هنبتدي ناخد كده منه ونحط على الفراخ عشان ما تتحرقش معايا، عايزه اطول مدتها شويه على الفحم. تمام، هوزع كده على كله. اللي بتاع الجهه الثانيه هبتدي برضو ان انا اخد من البصل اللي عندي على الطماطم واحط عليها عشان ما تتحرقش مني بسرعه وتبقى لسه طريه من جوه، عشان اللي فوق ده لما يتحرق اهبط كده الشبكه تنزل اللي عليها وتفضل الفراخ حلوه مش متحروقه. تمام، هنشوي كمان سيخ الطماطم وسيخ البصل ده. الفراخ استوت وبقت تمام، شايفين الجمال؟ خلاص هي استوت مية مية اهي، وادي البصل وادي الطماطم. كل شوية كده هقلب في البصل والطماطم علشان يستوي. بنحب احنا مع الفراخ المشوية نشوي البصل ونشوي الطماطم بشوية ملح كده ونقشر الطماطم وشوية زيت زيتون كده وتوم، يبقى طعمه حلو اوي. دي بقى فراخ الحاتي التتبيله الاصليه، حلو قوي. هنعمل كمان كوبايه شاي على الفحم كده، ما حصلتش. هنحط الميه في الكنكه ونحط فيها الشاي ونغطيها كده واسيبها بقى لما تغلي كده على مهلها خالص، تبقى كوبايه شاي بقى كده ما حصلتش. وادي الطماطم والبصل قرب يستوي، كل شويه بضير فيها اهو، كل شويه اضير كده لسه مليرات. تمام، ودي احلى كوبايتين شاي عاملاهم. بسم الله ما شاء الله، الفراخ لونها جميل قوي، لا هي محروقه ولا هي طريه، مستويه وحلوه قوي. دي بقى تتبيله الحاتي اللي احنا عملناها سوا النهارده، وعملت كمان سلطه الطحينه، وادي الطماطم اللي احنا شويناها مع بعض الاسياخ. هتقولي لي امال فين البصل؟ هقول لكم ولادي كلوه لسه على الشوايه. ولادي بيحبوه وانا كمان بحبه بصراحه، بناكله كده حلو قوي. بسم الله ما شاء الله. يا رب بقى اللي تعجبها الوصفه النهارده تشترك معايا في القناه، تفعل زر الجرس ولايك كده منك يا اموره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.